خلصنا قلنا الخرسانة فيها مرحلتين أساسيين بنمر بيهم. أول حاجة خرسانة صوت بقى يا شباب. أول حاجة خرسانة فريش كونكريت أو خرسانة طازجة اتكلمنا عليها وقلنا إن أهم خاصية فيها اللي هي قابلية التغليف. شفنا إزاي نعملها بالاختبارات إزاي تشوف قابلية التغليف الخطة بتاعتك. بعد كده المفروض بقى الحالة الثانية اللي هي الخرسانة المتصدرة الهاردن كونكريت. هي دي حالة بتكمل معاك طول فترة عمر المنشأ. الحالة ديت انت في خاصية عندك مهمة جدا اسمها ايه؟ المقاومة أو السترينث. الخاصة بتاعتك تقدر تشيل الأحمال اللي جاية عليك. تمام؟ بالنسبة للمقاومات احنا عندنا مقاومات كتير جدا، مقاومة شرخ، مقاومة ضغط، مقاومة ضغط، مقاومة تماسك، كل المقاومات دي هنتكلم عليها. بس المهم بالنسبة لك في الخرسانة هي مقاومة الضغط. مقاومة الضغط كل ما اتحسنت ده دليل على تحسن معظم الخواص الاخرى بعد الخرسانه، سواء شد او قص او تماسك او اي حاجه. تمام؟ فهنا بنركز على طول على مقاومه الضغط. زي ما تاخد بعد كده في الخرسانه، ان الخرسانه اصلا وانت بتصمم بتعتبر ان الخرسانه في جزء الشد مش موجوده. واللي شايل الشد ايه؟ زي التسليح اللي موجود تحت. تمام؟ عشان كده الخرسانه مهمه بالنسبه لنا في الضغط مش في الشد. في حاجات هنحتاج فيها مقاومه الشد في الخرسانه زي ما هتاخدوها في سنه ثالثه ان شاء الله. حاجة اسمها الووتر سايد سيكشن. انت اصلا بتصمم الخرسانة انها ما تشرخش. تمام؟ في الحالة ديت مهم بالنسبة لك انك تعرف مقاومة الشد للخرسانة. بس دي حاجات طبعا بسيطة جدا. طيب مقاومة الخرسانة تتوقف على ثلاث حاجات. طبعا الخرسانة ما هي الا مادة لاحمة اللي هي عجينة الاسمنت والرمل والمية وركام. بالتالي فمقاومتها تتوقف على ايه؟ هتوقف على المكونات بتاعتها، هتتوقف على مقاومة الركام الكبير ومقاومة المادة اللاحمة دي اللي هي مقاومة عجينة الأسمنت أو مقاومة المونة المتسلطة. زائد حاجة تالتة، المفروض هما الاتنين متماسكين مع بعض. يبقى في سطح تماسك ما بينهم. يبقى تتوقف على ثلاث حاجات، مقاومة الركام ومقاومة المونة ومقاومة التماسك اللي بين المونة والركام. لو جيت تبص على الثلاث مقاومات دول فهتلاقي إن مقاومة الركام عالية قوي مقارنة بمقاومة المونة. ده طبعًا في الخرسانات عادية المقاومة. تمام؟ في الخرسانة المقاومة بتاعتها عالية. لا. بتلاقي ان مقاومه المونه قربت من مقاومه الركام شويه، بس في الخرسانات العاديه اللي احنا بنعملها تبقى مقاومه الركام اعلى بكتير من مقاومه المونه. تمام؟ مقاومه التماسك بين المونه والركام هي دي اضعف حلقه موجوده عندنا. يعني اضعف مقاومه في الثلاثه دول هي مقاومه التماسك بين المونه والركام. ليه؟ عشان اصلا السطح بتاع التماسك ما بين المونه والركام بيكون موجود عليه شروخ اصلا قبل ما ايه؟ قبل ما احمل الخرسانه بتاعتي. ازاي؟ قلنا في ظاهره اسمها النطح. ظاهره النطح دي بتحصل ازاي؟ تبقى ميه زياده موجوده تيجي تطلع عشان كثافتها قليله مقارنه بكثافه الخرسانه بتيجي تطلع على السطح تكون طبقه ضعيفه. تمام؟ فالخرسانه اللي طلعت دي هتطلع على ايه؟ تطلع على السطح الفاصل ما بين المونه والركام، ان ده اضعف سطح موجود عندك. بعد كده بعد ما بتطلع لو المره دي اتبخرت ولا حاجه هتسيب مكانها ايه؟ هتسيب مكانها فراغات. فبالتالي على السطح التماسك ده موجود فيه فراغات او سطح ضعيف اصلا قبل ما تحمل. عشان كده هو اضعف حلقه موجوده عندك. اوكي؟ طيب لما تيجي الخرسانه تنهار طبعا مش تنهار على كل مره واحده، هي تنهار على اضعف حلقه فيها. هي تنهار عند مقاومه التماسك بين المونه والركام. لو جينا بقى نشوف الاستريس سترين كيرف للخرسانه بتاعتنا فبالنسبه للركام بيكون الاستريس سترين كيرف بتاعي لينير بالشكل ده. بالنسبة لعجينة الأسمنت بيكون نون لينير بالشكل ده. لو أنت بصيت هتلاقي إن مقاومة الركام أعلى من مقاومة المونة، ده اللي إحنا قلناه، تمام؟ وكمان هتلاقي إن الركام الاسترين بتاعه عند الانهيار بيكون أقل من الاسترين بتاع عجينة الأسمنت أو المونة، تمام؟ طيب، المفروض أنا الخرسانة بتاعتي هي مجموع الاتنين، أنا بحط الاتنين على بعض، ركام وعجينة أسمنت. بالتالي الجراف أو الاستريس سترين كيرف بتاع الخرسانة تتوقع يكون فين؟ هنا؟ ولا هنا ولا في النص بينهم؟ في النص بينهم، لان هو اكيد مش هيعدي مش هيكون اقل من عجينه الاسمنت ومش هيكون اكبر من الركام. هو هيكون حاجه كده في النص، يبقى دي كده الخرسانه بتاعتي الناتجه من جمع الاثنين مع بعض عجينه الاسمنت مع الركام. لو انا جبت الجراف اللي في النص ده بتاع الخرسانه وجيت كبرته لوحده هنا عشان نشوف ازاي الخرسانه بيحصل لها انهيار في الضغط. لو اعتبرت عندي ده كده مثلا مكعب خرسانه ولا حاجه، في هنا موجود حبيبات ركام كبير
في منها مونة بالشكل ده. طيب لو جينا نشوف آلية انهيار الخرسانة في الضغط، فتلاقي الجراف ده علاقة ما بين الانفعال والإجهاد، ومقسم لك الإجهاد لمستويات. أول حاجة حمل لحد 30% من الإجهاد اللي بتستحمله العينة، وبعد كده حمل لحد 50%، بعد كده حمل لحد 75%، وبعد كده حمل لحد 100% أو لحد ما حصل الانهيار. لو أنت بصيت في أول مرحلة اللي هي من 0 ل 30% فتلاقي عندك بيحصل شروخ تماسك دقيقة. فتلاقي هنا على سطح التماسك ما بين المونة والركام حصل عندك شروخ دقيقة بالشكل ده اللي هي بالأسود ده. طيب لو انا زودت التحميل شوية من 30 ل 50% هتلاقي يحصل نمو بطيء لشروخ التماسك، تلاقي شروخ التماسك اللي بالأسود ديت بدأت يحصل لها نمو كده، تبتدي تقرب من بعضها، تبتدي تقرب من بعضها بالشكل ده. طيب لما اجي احمل من 50 ل 75% هيبتدي يحصل عندي شروخ في المونة بقى، بالاضافة للشروخ اللي موجودة على سطح التماسك. تبتدي الشروخ اللي موجودة على سطح التماسك ديت تبتدي تتنقل للمونة بالشكل ده. بعد لو زودت التحميل بقى من 75 ل 100% تبتدي شروخ المونة ديت تنتشر في كامل العينة بتاعتي، تلاقي العينة بتاعتي كلها ظهر فيها شروخ بالشكل ده، لحد ما الشروخ ديت الويدث بتاعها او العرض بتاعها هيزيد قوي لحد ما يحصل الانهيار عند 100% من الحمل بتاعي. ده كده آلية انهيار الخرسانة في الضغط. هل ده بيجي؟ مش هقول لك ارسمه في الامتحان، امال هيجي ازاي؟ هيقول لك مثلا شروخ المونة بتظهر عند التحميل من 0 ل 30%، صح ولا غلط؟ لا، تظهر بعد ال 30% تلاقي شروخ المونة ظهرت، تمام؟ يجي مثلا يقول لك ان هنا بيحصل من 30 ل 50% يحصل نمو سريع لشروخ المونة، فلا، تمام؟ ممكن تجي لك سواء صح وغلط او اختيارات، اوكي؟ طيب نتكلم بعد كده عن العوامل المؤثره على مقاومه الخرسانه في الضغط. طبعا في السكشن احنا مش بنقول كل حاجه، يعني المفروض في السكشن انا بقول لك الحاجات اللي احنا نحتاجها بس في الشيت، ممكن ازود عليها حاجات زياده، لكن في المحاضره طبعا هتلاقيه اتكلم على حاجات اكتر كتير. دكتور محمد كرم يتكلم على حاجه اسمها الانفعال الحجمي او التاثير ثلاثي الابعاد، يتكلم على حاجه اسمها العوامل المؤثره على مقاومه التماسك، وهتلاقيه يتكلم على حاجه اسمها الخرسانه خفيفه الوزن والخرسانه عاليه المقاومه، الستريس ترين كيرف بتاعهم عامل ازاي. الحاجات دي بتيجي في الامتحان، تمام؟ بالذات الجزء اللي له علاقه بالخرسانه عاليه المقاومه وخرسانه خفيفه الوزن، يجي يقول لك الخرسانه خفيفه الوزن او الخرسانه مثلا عاديه الوزن بيكون الستريس ترين كيرف بتاعها خطي اكتر من الخرسانه عاليه المقاومه، ده صح ولا غلط؟ لا غلط، المفروض الخرسانه عاليه المقاومه بيكون الستريس ترين كيرف بتاعها خطي اكتر من الخرسانه عاديه الوزن، تمام؟ وهو مش هيسالك في الكيرف انك ترسمه، بس هيسالك في اسئله تحتاج انك تكون ايه؟ فاهم الكيرف وعارف ترسمه، انك لو مش عارف ترسمه ان هو خطي مش هتعرف تجاوب على سؤال الام سي كيو. هو مش هيجيبها لك بطريقه مباشره، بس لازم تكون عارف الكيرفات. المفروض في ثلاث انواع من الخرسانات، او مش ثلاث انواع، المفروض الخرسانه في حاجه اسمها خفيفه الوزن، في حاجه اسمها عاديه الوزن. لا، المفروض ايه اللي بيتحكم في سواء الخرسانه خفيفه او 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 مش خفيفه؟ الركام، الميه وزنها ثابت والاسمنت وزنه ثابت، اللي ممكن تغير فيه؟ الركام ممكن تغير في وزنه، فممكن تعمل خرسانه اسمها خرسانه خفيفه الوزن، عاده بيعملوها في الحاجات اللي انت مش محتاج فيها مقاومه عاليه. مش محتاج فيها مقاومه عاليه، نفس الوقت مش محتاج احمال كتير، ان كل ما الخرسانه وزنها خف هتعمل احمال قليله على المبنى بتاعك، تمام؟ طبعا مش بنعملها في المباني العاديه بتاعتك، بنعملها في الحاجات اللي بتحتاج مقاومه قليله شويه. فانت بتتحكم في ده عن طريق الركام او النوع اللي انت بتستخدمه. ففي ركام اسمه ركام خفيف الوزن، يبقى الركام اصلا مش زي اللي احنا استخدمناه تحت في المعمل، لا، يبقى الركام اصلا وزنه خفيف. دي بنسميها خرسانه خفيفه الوزن. الخرسانه عاديه الوزن دي اللي عملتوها تحت في المعمل، اللي هي بتستخدم فيها الزلط او الدولومايت العادي. نوع الركام. في خرسانات على فكره 120 جيجا بس، تمام؟ انت تمام معنى دي 250 جيجا، تمام؟ 25 30. طيب العامل المؤثر على مقاومه الخرسانه في الضغط، اول حاجه هي الميديا سيت. اتكلمنا عن العامل المؤثر على مقاومه الخرسانه،
عامل مؤثره على قابليه تخليم الخرسانه، وقلنا اللي بيأثر هو محتوى الميه، نسبه الميه الاسمنت. هنا بقى هنا اللي بيأثر هو نسبه الميه الاسمنت مش محتوى الميه، نسبه الميه الاسمنت. ليه؟ كل ما نسبه الميه الاسمنت زادت، ايه اللي حصل في المقاومه؟ بتقل. كل ما نسبه الميه الاسمنت زادت كل ما المقاومه بتقل. ليه بقى؟ بتقل. نسبه الميه عاليه. بالظبط. نسبه الميه عاليه. كل تحط الميه ده بتعمل اماه الاسمنت، عملت اماه الاسمنت. دي طب قابليه التغيير اللي انت عايزها. الباقي ده يروح فين؟ عملت مسامير. الباقي ده يفضل جوه الخرسانه بتاعتك او الخطه بتاعتك. هيتبقى لو الجو حر ولا حاجه يبتدي يطلع يبتدي يسيب مكانه فراغات. فالمسامية تزيد. المسامية زادت المقاومة قلت. تمام؟ عشان كده بقول لك كل ما نزلت بيبقى ياسين تاني كل ما المقاومة قلت. المفروض في جراف ما بين جيل ياسين والمقاومة. كده مين ياسين؟ ده كده المقاومة. الجراف عامل بالشكل ده. كل ما زادت نسبة جيل ياسين كل ما المقاومة قلت. بس هتلاقي خط المقطع كده في الكتاب خط المقطع بيقول لك ان ده مش بصير. جاي بيقول لك ان ده غير كيف ده كده ال غير ده معناه ايه؟ بيقول لك ان احنا لو قللت نسبه جيل ياسين قوي ده معناه ان كميه الميه قليله، كميه الميه قليله يبقى قابليه التغيير قليلة. تمام؟ طب ليه تغيير قليلة؟ يبقى أنت تحتاج إيه؟ تحتاج مقطع، تحتاج دمك كويس أوي عشان توصل للمقاومة اللي أنت عايزها. لو عملت دمك كويس كافي الجراف مش هيكمل معاك كده. هينزل كده، ده المقاومة اللي عشان كده كانت الكتاب موجود بيقول لك إن تأثير ميم ياسين قليلة هي نفسها تأثير ميم ياسين عالية في حالة الدم غير الكافي. تمام؟ دي ممكن تجيلك إم سي كيو. لو صح وغلط. يقول لك هل تأثير ميم ياسين عالية؟ ممكن يبقى هو تقسيم من ياسين قليله؟ قول اه ممكن يحصل كده لو ايه؟ لو قدامك ايه كده؟ اه. طب ميه زادت نسبه ميم ياسين زادت، طب المقاومه تقل. خلاص بقى لو نسبه ميم ياسين زادت او لو الميه زادت مش محتاج تلك كويس اصلا. نعم. اه هنا بقى القصه عندك مشكله هنا نسبه ميم ياسين قليله. لان ميم ياسين قليله معناها كميه ميه قليله. قابليه التشغيل قليله. محتاج دمك كويس عشان توصل للمقاومه العاليه. لو ما دمكتش كويس هتلاقي عندك كبير من المقطع ده. فاهم المقاومه قلت. تمام؟ انت قللت ميم ياسين وما استفدتش بحاجه لو انت ما دمكتش كويس. تمام؟ تعامل مسرح على بطن الرصاصه ده قول اول حاجه ميم ياسين بعد كده الاسمنت. الاسمنت الحقيقه بيأثر برودته كلهم. عارفين الاسمنت؟ خدت فوق بدني الاسمنت قال واحد في سيت باي 42 ونص في 30 ونص في سيم 2 في 52 ونص وفي الحاجات دي. المفروض الرقم ده بيدل على ايه؟ قوامة المونة اللي انت عاملها من الاسمنت ده. ف 42 ونص اكبر من 32 ونص و 52 ونص اكبر منهم الاثنين. فاكيد لو انت استخدمت اسمنت ونبته عالية المقاومة هتزيد. عشان كده بقول لك الاسمنت بيأثر برتبته وكمان نوع الاسمنت. تمام؟ سواء سيم اي او سيم 2 او سيم 3 برضه بيأثر في المقاومة. قوامة الأسمنت التركيب الكيميائي بتاعه مش بيأثروا على المقاومة نفسها بس بيأثروا على معدل اكتساب المقاومة. بالظبط الإيمان. وكل ما قوامة الأسمنت زادت إيه اللي حصل؟ الإيمان هتبقى أسرع أو تفاعل الأسمنت مع المية أسرع فيديك معدل اكتساب المقاومة بسرعة. تمام؟ نفس الكلام بالنسبة للتركيب الكيميائي. لو الأسمنت ده في نسبة سي 3 اس اللي هي مسؤولة عن المقاومة في الأعمال والأعمار المبكرة عالية فيديك مقاومة عالية ويديك معدل اكتساب مقاومة عالية في الأعمار المبكرة. فالاثنين دول بيأثروا أكتر على معدل اكتساب المقاومة مش المقاومة نفسها في الطين. أوكي؟ طيب. درجة الحرارة يا باشمهندس برضه ممكن درجة حرارة الأسمنت بالظبط درجة حرارة الأسمنت كل ما زادت كل ما اسمها تصل الأسوأ حصلت بسرعة كل برضه ما اكتسب المقاومة بسرعة. طيب. الاسمنت كويس في المقاومه بس انا هزود اسمنت كده وخلاص؟ لا بالظبط في نسبه قصوى موجوده في الكود ما تزيدش عنها هي كام شكاره؟ 9 شكاير يعني 150 كيلو جرام على ده مزاد ايه ده بيعمل ايه بقى في الفرق ده؟ مشاكل بالظبط مشاكل الزحف والانكماش. طيب
عارفين لو خدتوا في تعريض الاسمنت كل بدر ايه اللي بيحصل؟ ان نواتج الامامه بتكون اكبر بتكون عفوا اقل من المكونات اللي داخله في الدفاع الاصلي. تمام؟ ده هيعمل ايه؟ طب الخرسانه تنشف حجمها يكون اقل من حجمها اصلا اللي اتحط في البدايه. يبتدي يحصل شروخ يسموها شروخ انكماش. تمام؟ لو زودت الاسمنت قوي عن 450. السبب الثاني والسبب الاهم الحقيقه اللي هو ايه؟ ايه اغلى مكون في الخرسانه؟ اسمنت. اسمنت اغلى مكون. تمام؟ طبعا لو الخرسانه في ناحيه الحديد بس الخرسانه العاديه بتاعتنا هو الاسمنت. اغلى مكون. لكن الرمل والخرط يبقوا ايه؟ يبقوا اصلا بالمتر مكعب فبيبقى الموضوع مش غالي زي الاسمنت. عشان كده الاسمنت بيقول لك ما تنزلش على 9 عشان ما تزودش التكلفه بتاعت الخطه بتاعتك. تمام؟ عاده في الموقع المفروض الشارع بيستخدم كام؟ من ساعة يعني 350 كيلو جرام على متر مكعب. ده اقل حاجه. ممكن يوصل ل 300 ست شكال لو بتعمل خرسانه عاديه، لكن خرسانه مسطحه ما بتقلش عن 7 شكال، 350 كيلو جرام على متر مكعب. ده في الايه؟ في العربيه؟ اللي هي البامب المكعب. كم متر مكعب؟ صوت متر مكعب. تحط ست شكال في المتر المكعب. لو عايز تحط المتر المكعب تستخدم 7 شكال. تمام؟ ده الشيء احسن. تاني حاجة المكان، طبعا المكان بيأثر بشكله المسافية بتاعته وحاجة السطح ومقاس المكان. بالنسبة لشكل المكان، المكان طبعا المكان الزاوية هيديله مقاومة أعلى من المكان التضامن. نفس الكلام بالنسبة للمسافية، لو المكان بتاعي مسامي يعني في مسام كده هيديني هيعشق أكتر مع عجينة الأسمنت والمية، هيديني مقاومة أعلى. حاجة السطح طبعا المكان الخشن هيديني مقاومة أعلى من المكان بتاعي. مقاس الاعتبار، كل ما المقاس الاعتباري زاد ايه اللي هيحصل؟ بالظبط. كل ما المقاس الاعتباري زاد كل ما ايه اللي حصل؟ المساحه السطحيه سطح التماسك قلت. فالحمل اللي جاي ده المفروض لو انا عايز اجيب الاجهاد بقى على سطح التماسك فاقسم الحمل على ايه؟ الايريا بتاعت سطح التماسك قلت فيديني اجهاد كبير قوي على ايه؟ على سطح التماسك فينهار بسرعه فيديني مقاومه قليله. كل ما المقاس الاعتباري اكبر زاد كل ما المقاومه قلت تيجي على طول في الميد تيرم. خلي بالك الموضوع بس الاعتبار ده كل ما زاد كل ما المقاومه قلت. رابع حاجه الاضافات. عندنا كذا نوع من الاضافات، الاضافات تامين ماء الخط، الاضافات تعديل زمن الشكل، الاضافات تحسين تطبيق التفعيل زي الاستخدام جوه تحت في المعمل، الاضافات تاخير زمن الشكل. هاي الاضافات الاخرى بتاثر على المقاومه بتأثر على المقاومة عن طريق تأثيرها على الميزان. يعني إيه؟ أنا ممكن الإضافات بتاعت تحسين قابلية التشغيل أستخدمها إن أنا أزود المقاومة. إزاي؟ لو أنت عندك خلطة معينة فيها كمية مية وكمية أسمنت. كمية المية وكمية الأسمنت دول ليهم نسبة في بلا سي. هيديك مقاومة، الخلطة دي هتديك مقاومة معينة قابلية تشغيل معينة طبقا للمية اللي موجودة فيها. لو أنا عايز أحسن قابلية التشغيل وأحافظ على المقاومة زي ما هي، أعمل إيه؟ أدي المية وأصور الإضافات. حط إضافات بس. حط ده بس انا كده حسنت قابليه التشغيل والمقاومه زي ما هي، انا ما لعبتش في ميمي لاسي. لو انا عايز بقى ازود المقاومه واحافظ على قابليه التشغيل ازود المقاومه يبقى اقل نسبه في ميمي لاسي. اقل نسبه في ميمي لاسي يبقى اقل ايه؟ ميه. اقل من ميه بس عايز احافظ على قابليه التشغيل ازود الضغط. لو عايز ازود المقاومه باستخدام الضغط تحسين قابليه التشغيل اقل من ميه استخدم الضغط. لو انا عايز احسن قابليه التشغيل حافظ على المقاومه استخدم الاضافات بس. ممكن ان انا استخدمها استخدام كامل ان انا اقلل في التكلفه. ازاي؟ احافظ على قابليه التشغيل واحافظ على المقاومه بس اقلل في التكلفه. ازاي؟ اقلل الميه. انا قللت قابليه التشغيل فايه؟ ازود الاضافات واقلل الاسمنت كده قللت التكلفه. تفضل ام سي صح تمام؟ حافظت على ام سي وقللت التكلفه. يبقى ايه؟ يبقى انا عايز اقلل التكلفه اقلل الميه واقلل الاسمنت استخدم الاضافه. هي الاضافه مش كده المقاومه تبقى زي ما هي بقى. كده المقاومه زي ما هي وقابليه التشغيل زي ما هي بس انت استفدت انك قللت التكلفه. هي الاضافات اللي انا ارخص من الاضافات الاسمنت. الاضافات مش رخيصه بس الاضافات بستخدمها قد ايه؟ يعني الخلطه عندك 90 كام؟ بس انت قليله قوي. تمام؟ بس برضه بتعمل يعني بتشوف التكلفه بتقارنها ببعض وتشوف ايه الارخص بالنسبه لك. ممكن الاضافه اللي انت تكون غاليه قوي. تمام؟ فساعتها في انواع غاليه. فساعتها تقارن وتكون افضل بالنسبه لك. طيب. طبعا دي حاجات لها علاقه بمكونات الخلطه.
المسافه النسبيه زادت كل ما ارتفاعها زاد. نفس الكلام بالنسبه للمعالجه. المعالجه هي استمرار الماده الاسمنت. الكعبات اللي حطيتوها دي بتحطها في الميه ليه؟ معالجه. عشان الاسمنت قلنا ما بيتفاعلش ارضيا مع الميه. الاسمنت بياخد وقت لحد ما يتفاعل. تمام؟ عادة لحد قلنا 28 يوم بيكون اكتمل تقريبا حصل 95% من التفاعل ولا حاجه. تمام؟ فتكون اكتسبت الاقامه بتاعتها. بس لازم المعالجه دوريه استمرار ايه؟ الاسمنت في الميه. بالنسبه للعمق، خلينا نبص للجراف ده، ده علاقه بين العمق والمقاومه. كل طبعا ما زاد العمق كل ما المقاومه زادت. هتلاقي في البدايه الكيرف ايه؟ ستيب شويه. بعد كده بيبدا يبقى فلات. ده معناه ايه؟ معدل اكتساب المقاومه في الاعمار المبكره بيبقى عالي. بعد كده لما تقرب 28 يوم ولا حاجه بلاقي معدل اكتساب المقاومه بقى اضعف. طبعا التفاعل بيحصل في الفتره الاولى بسرعه. ده طبعا موضوع ايه؟ ده طبعا موضوع ايه اللي هو مقاومه مبكره عاديه ولا مقاومه مبكره سريعه. لو جيت كده مثلا على عمر معين هتلاقي ده بيديك مقاومه اعلى من ده. نستخدم ولا على طول يعني لا ومين قال لك انت عايز مقاومه مبكره على طول؟ هو الارض عاده ممكن يكون اغلى في الجلد تمام؟ وانت مش عايز الاسمنت اللي هو سريع التسلط ده كل الابلكيشنز بتاعتك. مثلا لو افك الشدات على طول فببقى عايز يمسك بالظبط ممكن لو افك الشدات على طول ولا حاجه بس برضه الاسمنت اللي هو الراجل ده ممكن ما يدكش فرصه انك تعمل تمرين تشغيل او انك تخلط وتصب وتربط والكلام ده ممكن تفصلك شوك بسرعه ما يدكش الفرصه دي. بنستخدم على طول اسمنت اللي هو ايه؟ هو المنتشر ده اللي هو ايش؟ السوق قوي يا اول السوق فيه اثنين بس الشائع الشائع هنا فين نص ايه؟ ده في الشجرة ايوه ده داخل اعداد للاسف للاسف مينيموم اسبوع مفيش حد بيصد الاعداد دي ما شيلش نفسه للاسف انت عايز الاسبان ده كله يشيل نفسه في يوم؟ لا طبعا الاعداد ماشي الاعداد دي عناصر رئيسية الشد الخشبيه اللي انت حاططها مش شايله اي حاجه انت بتصب جواها انت شايل السقف كله العمود هو جاي على العمود لكن الشد مش شايله حاجه ممكن تفكها بعد ما ما عندكش مشكله لكن السقف الشد اللي انت حاططها دي مش شايله السقف مش شايله بعدين اسبوعين اقل من اللي هو بيعملها اسبوع هي المفروض اسبوعين بس هو عشان يخلص ويلم الخشب يروح حته ثانيه يعمل الخشب فبيصب بعدها بيشيلها بعدها باسبوع بس هو المفروض اسبوع السقف لها حسبه في الكل تقريبا اثنين ال زائد اثنين اثنين تضرب اثنين الاسمنت بتاعك تزود عليه مين؟ هي دي المده اللي انت شايف فيها الشده بتاعتك. بالنسبه للعناصر الرئيسيه هو يوم واحد كفايه. يوم يومين كفايه بالنسبه للعناصر الرئيسيه سواء في الحيطان او عندنا. تمام؟ طيب الجدول اللي قدامنا ده بيقول لي نسب المقاومه عند عمر 28 يوم مقارنتها بنسب المقاومه عند الاعمار المختلفه. يعني ايه؟ المفروض احنا قلنا الأعمال بتاعتنا هتأثرها عند عمر كام؟ 7 عمر 28 يوم. أنا لما أجي أصمم الخرسانة اللي أنا عاملها، لما أجي أصمم المبنى أنا عامله بالخرسانة ديت. أصمم على المقاومة 7 أيام ولا 28 يوم؟ 28 7 28 يوم. فأنت بتصمم أي مبنى على المقاومة 28 يوم، طب ليه كسرت على 7 أيام؟ شوف معدل اكتساب المقاومة أصلاً؟ بالظبط. شوف معدل اكتساب المقاومة شوف معدل اكتساب المقاومه توصل ل 28 شوف معدل اكتساب المقاومه وصلت 28 يوم دي يعني شهر 28 يوم دي مده كبيره قوي عشان تحكم على مقاومه الخرسانه بتاعتك وعلى انت تبقى في الموقع ما تستناش المده الكبيره دي فبيقول لك ايه؟ يقول لك والله المقاومه اللي خدتها دي كسرها عند عمر 7 ايام ساعات بتكسرها عن 3 ايام يقول لك كسرها عن 3 ايام او 7 ايام وشوف مقاومتها عامله ازاي طبعا لو لقيتها اقل مثلا لو لقيت ان انت عايزها مثلا 300 وهي جايبه لك عن 7 ايام 50 ده معناه ان اكيد مش هتوصل ل 300 عن 28 يوم، فتعرف ان في مشكله بدري، تبدا تحل المشكله بدري. تمام؟ فده الهدف انك بتتوصل بدري، تعرف تحل المشكله بدري، ان عمر 28 يوم ده عمر كبير قوي هتحكم بيه على مقاومه الخرسانه. يعني المفروض توصل لقد ايه مقاومتها بعد 7 ايام يعني؟ هتشوف بقى هنا اهو. الجدول ده بيقول لك الحكايه دي. بيقول لك تحول 7 ايام 28 يوم ازاي؟ هتلاقي في الجدول ده اول صف فيه ده عمر الخرسانه 3 ايام و7 ايام 28 سنة ماسكين يوم وهنا نوع الاسمنت سواء كنت انت عادي او اسمنت سريع تصور. يقول لك ايه؟
الضوابط هتصنع الضوابط 28 تتوقع مقاومتها على الضوابط 28 يوم كام؟ شوف هي دي المقاومه اللي انت صممت عليها ولا لا؟ هتعرف تحل المشكله بقى. ده اللي هتعملوه الناس اللي هتنزل تكسر هتعمل الحكايه دي. مثلا انت تكسر سبع ايام المفروض في تقرير سبع ايام. التقرير السبع ايام ده هتعمل فيه ايه؟ هتكتب الاوزان المكعبات، هتاخد المكعبات من تحت اول حاجه تنزلها على الميزان. بعد كده تقيس العدد، احنا عارفين ان هي 15 في 15. لما تيجي تقيسها بتطلع 15 بالظبط، 15.1 14.8 تقيسها بالظبط. لما تيجي تقيسها تعلم السطح اللي انت تختبر عليه اللي ده هتحسب الاريا بتاعته. تمام؟ السطح اللي انت هتختبر عليه ما يكونش السطح اللي فوق ولا السطح اللي تحت. يعني ايه السطح اللي فوق؟ ما يكونش السطح اللي انت صبيت منه ولا السطح المقابل ليه. يكون اي سطح او اي جنب من الاربعه التانيين ليه؟ مستوي؟ ان اي جنب من الاربعه التانيين يكون مقابل البتاع المعدنيه الكونتينر بتاعك، يكون التسويه بتاعته افضل. لكن السطح بتاع الصب والسطح اللي تحتيه العلم هو اللي بيسويه. احنا مش ضامنين من العلم يكون سوى خالص. تمام؟ فتقيس السطح اللي انت هتصب عليه عفوا السطح اللي انت هتختبر عليه وهتعلمه عشان هو ده اللي هتحطه على المكنه ونختبره. طبعا هتنزل المكعبات. بعد ما تنزل المكعبات هنروح على المكنه المكسره هديك الحمل تحسب منه ستريس. انك تقيس الحمل على ايه؟ بعد كده بعد ما حسبت الاستريس على سبع ايام تتوقع الاستريس على 28 يوم يساوي كام؟ عشان لما نيجي نكسر على 28 يوم تقول لي هل التوقع ده طبعا مظبوط ولا لا؟ هي رقم ثابته صح؟ كيف؟ الارقام دي ثابته. الارقام دي حفظه ثابته وحفظه. طيب هنا هنسال الناس اللي موجوده في الجدول دي تعداد فقط على نوع الاسماك. احنا هنا ما بنتكلمش خالص على الاسماك، ما بنتكلمش على نوع الاسماك عفوا ما اتكلمتش على استخدم الضغط ولا او اي حاجه. التاني ديت اللي مش دقيقه تقدر تعتمد عليها بس يبقى عارف ان هي مش واخده خطوات ولا حاجه زي كده. تعتمد عليها بس حاجه تقديريه مش اكتر. بس كده؟ يعني مثلا لو حطيت اضافات هتحسب برضو عادي؟ هتحسب هنا عادي بس برضه ما يعني ما تعتمدش عليها اعتماد كله. السكوب بتاع الكورس بتاعنا نعتمد عليها بس بره يعني ما تعتمدش عليها اعتماد كله. تمام؟ قمت الشد ولا لا؟ قمت الشد اللي هو شد مباشر وشد غير مباشر والحاجات دي. قمت الشد لسه مره كام؟ لا خد منها خد. هو له اربع اختبارات منهم الشد المباشر والشد غير مباشر والحناء. خد مقطع. كمل مقاومه الشد المره الجايه، مقاومه الشد الحناء، مقاومه الشد غير مباشر المره الجايه. تمشي على كله، هو قال بس اختبارين منها.